ويلفريد فيسيجر 5 سنوات في عمان مرتحلا مع البدو في صحراء الربع الخالي ما بين عامي 1945 و1950، وسجل يومياته في كتابه الشهير الرمال العربية. الصورة التي رسمها فيسيجر لرفاقه بدو عمان تعكس قصة إعجاب، فقد انبهر بصبرهم وشجاعتهم وتسامحهم وكرمهم ونبلهم. حياتهم التي وجدها مفرطة في الصعوبة يصفها بالكلمات التالية: هؤلاء الرجال القبليون اعتادوا منذ ميلادهم على المشقات الجسدية للصحراء، وعلى شرب ماء ضحل أجاج، وأكل خبز معفر بالرمل وغير مختمر، وتحمل الرمال المزعجة التي تعصف بها الرياح، وتحمل شدة البرد والحرارة والوهج المعمي للأبصار في أرض لا ظل فيها ولا سحاب. تعلم فيسيجر في الربع الخالي أن أي شخص يعيش مع البدو ينبغي أن يقبل عاداتهم ويتبع مقاييسهم، وأن الذي يسافر معهم فقط يمكنه أن يقدر شظف مثل هذه الحياة، ويؤكد أنهم كانوا نقاداً قاسين لأولئك الذين يفتقرون إلى قوة التحمل والروح المرحة والحفاوة والولاء والشجاعة. جاء فيسيجر إلى الربع الخالي عمداً ليعيش الحياة الصعبة للصحراء، وخلال 5 سنوات تمكن من تعويد نفسه على تقاليد البدو، لأنه يعتقد أن الحياة البسيطة هي مرتكز النبل وذروة الكرامة. وحسب ما يذكر مايكل أشر، فإن فيسيجر لخص فيما بعد فلسفته حول الصحراء بأنه كلما اخشوشنت الحياة كلما كان المرء أسمى وأرفع. يعتقد فيسيجر أن نبل البدو يكمن في كونه أخلاقياً وجسدياً أيضاً، فقد وجدهم يقدرون الحرية أكثر بكثير من الراحة والدعة، وأنهم لم يبالوا بالمعاناة، وإنما تقبلوا مشقة حياتهم بأنفة وعزة نفس. ويؤكد بأنه على الرغم من فقر البدو وحياتهم البائسة، فإنهم ضربوا أمثلة على نبلهم وإخلاصهم. وهو يعترف أن أحداً منهم لم يفكر في سرقة أي من نقوده أو أملاكه، رغم كونه غريباً بينهم في قفار الربع الخالي. في الصحراء تقاسم البدو مع فيسيجر، أو مبارك كما كانوا ينادونه، أي شيء لديهم: الماء الآسن، والخبز النيئ، ولحم الجمال الصلب. ويعلق فيسيجر بأن قانون الصحراء كان يقضي بتقاسم الطعام بغض النظر عن ضآلته بالتساوي بين رفاق السفر. ومع ذلك فإن فيسيجر كان منبهرا بالكرم الباذخ على حد تعبير مايكل أشر للبدو، إلى درجة أنه قارنه بسلوك قومه الإنجليز في تعاملهم مع الضيوف، منتقدا بشدة قلة اكتراثهم بالغرباء. بالفعل إن أسوأ وحدة هي أن تكون وحيداً في حشد من الناس. لقد كنت وحيداً في المدرسة وفي المدن الأوروبية حيث لم أكن أعرف أحداً، لكنني لم أكن وحيداً أبداً بين العرب. التسامح وحسن المعشر من القيم الأخرى التي وجدها فيسيجر في الربع الخالي، حيث يؤكد رأي برترام توماس من أن عرب الصحراء كانوا أكثر تسامحاً من أبناء المدينة. يزعم فيسيجر أن رفاقه البدو، رغم أن المتنطعين من أهل المدن يستهزئون بجهلهم للإسلام، كانوا منضبطين في صلواتهم ويصومون رمضان بالرغم من العطش والجوع في الصحراء، غير أنهم لم يكونوا متعصبين. في الربع الخالي لمس فيسيجر كل قيم الصحراء: التحمل والنبل والوقار والحفاوة والتسامح. حتى في شيخوخته فإنه ظل يتذكر تلك السنوات الخمس الأبرز في حياته. فيسيجر وجد ضالته في الربع الخالي إنجاز التعبير.
يعلن أن في الصحراء رغم قحطها لم يشعر أبداً بالحنين إلى الوطن وإلى المراعي والغابات الخضراء في الربيع، لكنه عندما كان في إنجلترا تاق بألم كاد أن يكون جسدياً للعودة إلى الجزيرة العربية. وفي موضع آخر يفصح عن نوع حاد من النوستالجيا، فبعد المعاناة من عدد من ليالي الجوع في الصحراء يقول: إذا كنت في لندن سأعطي أي شيء لأكون هنا. يبرر فيسيجر هذا الشوق للربع الخالي بإيمانه أن البدو أخذوا قيمهم من الصحراء، فطرتهم الدينية العميقة وتقديرهم لرفقة السفر والكرم والوقار والمرح والشجاعة والتحمل وحب الشعر.